حمض الفوليك والحمل. ايه هو حمض الفوليك؟ ايه هي اهم الفوائد بتاع حمض الفوليك للحامل والجنين؟ ايه هي الادويه اللي موجوده في الصيدليه اللي بتحتوي على حمض الفوليك؟ ايه هي الجرعه الطبيعيه من حمض الفوليك اثناء الحمل؟ ايه هو التاثير اللي ممكن يحصل بسبب الجرعه الزياده من حمض الفوليك؟ ايه الاطعمه الغنيه بحمض الفوليك؟ مين ممنوع من استخدام حمض الفوليك؟ كل المعلومات دي في حلقه النهارده معاكم دكتور احمد خميس. يلا بينا نبدا. ايه هو حمض الفوليك؟ حمض الفوليك عباره عن فيتامين ب له دور مهم جدا في انتاج خلايا الدم الحمراء ونمو المخ والحبل الشوكي للجنين، علشان كده استخدامه في بدايه الحمل بيحمي الجنين من العيوب الخلقيه المرتبطه بالجهاز العصبي. طيب امتى ابدا في استخدام حمض الفوليك؟ النسبه الكبيره من التشوهات والعيوب الخلقيه بتحصل في اول 4 أسابيع من الحمل، يعني الشهر الاول، علشان كده مهم جدا تناول حمض الفوليك في الفتره دي، وديت الفتره اللي بينمو فيها مخ الجنين والحبل الشوكي. والدراسات والابحاث اثبتت ان استخدام حمض الفوليك في الفتره ديت بيقلل التشوهات بنسبه 50%، ودلوقتي معظم الاطباء بينصحوا باستخدام حمض الفوليك اول 3 شهور من الحمل وشهر كمان قبل الحمل. ومش كده وبس، ده كمان بعض الاطباء بتنصح النساء في سن الانجاب ان هم يمشوا على طول على حمض الفوليك في الفتره دي. طيب ايه هي فوائد استخدام حمض الفوليك للحمل؟ اول حاجه حمايه الطفل من التشوهات والعيوب الخلقيه، وللاسف العيوب الخلقيه والتشوهات اللي بتحصل بسبب عدم اخذ جرعه حمض الفوليك بتكون خطيره شويه، وفي الغالب الطفل مش بيكمل الحياه لانها بتكون في نمو المخ ونمو الحبل الشوكي، ودي طبعا حاجات خطيره، الطفل بيفارق الحياه ما بيكملش. عشان كده مهم جدا كل ام تهتم باستخدام حمض الفوليك في اول 3 شهور من الحمل وقبل الحمل بشهر. وكمان استخدام حمض الفوليك قبل واثناء الحمل بيحمي طفلك من عيب خلقه تاني اللي هو الشفه المشقوقه، وكمان بيحميه من نقص الوزن وبيحميه من فقر الدم والانيميا بعد الولاده. وكمان استخدام حمض الفوليك في النص الثاني من الحمل يعني ال3 شهور التانيين بيحميكي ويقلل من خطر الولاده المبكره والاجهاض، وكمان بيحميكي من بعض مضاعفات الحمل الثانيه زي السكته الدماغيه وامراض القلب وبعض انواع السرطان والزهايمر. عشان كده استخدام حمض الفوليك في الحمل مهم جدا. طيب ايه هي الجرعه المطلوبه اليوميه من حمض الفوليك؟ الجرعه اللي الاطباء بيوصوا بيها هي 400 مايكرو جرام في اليوم للنساء في سن الانجاب. عشان كده انت لو بتستخدمي مالتي فيتامين بيحتوي على مجموعه كبيره من الفيتامينات، حاولي تبصي على تركيز حمض الفوليك ما يكونش اقل من 400 مايكرو جرام. والجرعه المطلوبه في اول شهر قبل الحمل بتكون 400 مايكرو جرام، وفي اول 3 شهور من الحمل الجرعه اللي الاطباء بيوصوا بيها بتكون 400 مايكرو جرام برضه، اللي هي 4/10 ملي جرام، ومن الشهر الرابع للشهر التاسع بتكون 600 مايكرو جرام اللي هي 6/10 ملي جرام. والجرعة المطلوبة في الرضاعة هي 500 مايكرو جرام. هتقولي طيب هي دي كل الجرعات بتاعت حمض الفوليك؟ هقولك لا، في بعض الحالات الطبيب بيبدأ يزود فيها جرعة حمض الفوليك عن الطبيعي. هتقولي لي زي ايه؟ هقولك مثلا لو انت حامل في توأم الطبيب بيبدأ يزود جرعة حمض الفوليك عن كده، او لو انت بتستخدم ادوية بتاعت الصرع زي الديباكين والتيجريتول وغيرهم من ادوية الصرع الطبيب بيزود الجرعة بتاعت حمض الفوليك. وكمان لو العيله مشهوره بالعيوب الخلقيه والعيوب ديت خصوصا في الجهاز العصبي يبدا طبيب النساء يزود جرعه حمض الفوليك عندك اكتر من الطبيعي شويه. طيب ايه هي الادويه الموجوده في الصيدليه اللي بتحتوي على حمض الفوليك؟ فوليك اسيد باي نيم موجود في الصيدليه بتركيز 500 مايكرو جرام، وكمان موجود الفوليكات بتركيز نص ملي جرام اللي هو بيساوي 500 مايكرو جرام، ده او ده واحد، والفوليكاب ده موجود منه كمان تركيز 2.5، وده بيستخدم تحت اشراف الطبيب وفي حالات معينه زي ما اتكلمنا. وكمان موجود فوليك اسيد تركيز 5 مللي جرام ده، وفي حمض الفوليك 5 مللي جرام ده، دولت بيستخدموا تحت اشراف الطبيب وفي حالات معينه مش في كل الحالات. المشهور في الاستخدام اللي هو النص، فوليك اسيد 500 مايكرو جرام او نص مللي جرام، ده المشهور في الحمل وده اللي بيستخدم. لو في مشكله او حاله ثانيه بيبدا الطبيب المعالج هو اللي يحدد الجرعه والتركيز المطلوب. دي كده الادويه، والادويه ما بنستخدمهاش من نفسنا، لازم الطبيب المعالج هو اللي يحدد استخدام الادويه اللي انت محتاجاها. طيب ايه هي الاطعمه الغنيه بحمض الفوليك؟ حمض الفوليك موجود في اطعمه كتيره زي الحبوب الكامله والمكسرات والبقوليات والخضروات زي السبانخ، وكمان موجود في البطاطس والفواكه زي البرتقال. وبكده هكون وصلت لهذه الحلقه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وشير سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم دكتور أحمد خميس، والسلام عليكم.